العلوائي عصام يوسف. مشاهدينا الكرام وضيوفنا عبر الانترنت وطلبة الجامعات في مصر والعالم العربي، اهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج العباقرة. برنامج العباقرة جامعات يقدم إليكم برعاية من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، ووزارة الشباب والرياضة. في الموسم الرابع من العباقرة جامعات، مين يا ترى اللي حيفوز بكأس البطولة؟ ومين اللي حيحصل على لقب أفضل لاعب؟ ومين هو الطالب المثالي؟ أما المكسب الأكبر إن كل إجابة صحيحة من طلاب بطولة العباقرة جامعات هتساوي مبلغ نقدي. في مرحلة المجموعات كل نقطة ب2000 جنيه وهيتضاعف الرقم وصولا للمباراة النهائية. جميع المبالغ المالية في نهاية الموسم سوف تستثمر لتطوير الكرة المصرية. العباقرة بشراكة البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الحلقات اللي فاتت طلاب مصر جمعوا 2,590,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير القرى المصرية. تعالوا نشوف طلاب مصر النهاردة هيوصلوا المبلغ لكام. النهاردة عندنا مباراة في المجموعة الثانية اللي بتضم جامعة المنصورة والجامعة المصرية اليابانية إيجاست. أول جامعة مشرفانا في الاستوديو افتقدناهم من الموسم الثاني والثالث. أبطال عباقرة المدارس قدروا يرجعوهم تاني للمشاركة. من عروس البحر الأبيض المتوسط رحب كلنا بجامعة اسكندرية. جامعة الأسكندرية واحدة من كبريات الجامعات المصرية والعربية، تأسست رسمياً باسم جامعة فاروق عام 1942، وتنتشر اليوم مباني كلياتها في عدة أماكن من مدينة الأسكندرية، وللجامعة فروع أخرى في مصر خارج مدينة الأسكندرية في دمنهور ومطروح. جامعة الأسكندرية متكاملة التخصصات، فيها كليات ودوائر الطب وطب الأسنان والهندسة والعمارة والزراعة والطب البيطري والحقوق والاقتصاد والأداب والتجارة. هيمثل جامعة الإسكندرية في مباراة النهاردة 8 طلاب، هبتدي منهم 4. برنامج العباقرة ما خلينيش ان انا لما اشوف اي معلومة على السوشيال ميديا او اي حاجة ان انا ما عديهاش كده، خليني ان انا افتح وادور عليها، اخدها بشكل جدي اكتر. وطبعا حابة ان انا اشكر البرنامج، وكمان حابة ان انا اشكر البنك الاهلي على تطوير الكرة وكمان اتاحة الفرصة العظيمة دي لينا. العباقرة اثرت شخصيتي، خلتني اجتماعي، عرفتني على ناس من محافظات مختلفة، كونت صداقات جديدة، وكمان علمتني ازاي لما اتحط في ستريس اقدر اتعامل مع الموقف وادير الموضوع. وانا مبسوط اني خدت التجربة دي مع العباقرة مدارس. النهاردة انا جاي اخد تجربة جديدة مع عباقرة الجامعات. انا شاركت قبل كده في عباقرة مدارس مع مدرسة نبوية موسى، وصلنا لحد الدور الربع النهائي، ودلوقتي تجربة جديدة مع الجامعات، وباذن الله ربنا يكرمنا ونوصل لمرحلة متقدمة. كنت طبعا شاركت في الموسم السادس عباقرة مدارس، وكنت انا والتيم بتاعي فيكتوريا كوليدج وصلنا للمركز الثاني، وده خلاني لما اخش كلية اكون فريق واشارك في العباقرة جامعات. مبسوط جدا اني رجعت تاني استوديو العباقرة. منتخب جامعة اسكندرية، الحمد لله على السلامة. السلام حضرتك. طبعا منتخب مدرسة الإقبال ومدرسة فيكتوريا وبريليانس ونبوية موسى، مش معقولة، إيه اللي حصل ده؟ اتجمعتوا إزاي؟ قولي لي يا فيروز اتجمعتوا إزاي؟ من تصفيات الجامعة، وكمان اتعرفنا على بعض في الفيسبوك وكده، لقيتهم كلهم شخصيات لطيفة وأذكياء جدا ما شاء الله. وبعد كده لما احنا اتكلمنا عرفت ان كل واحد فيهم يعني فريق لوحده ما شاء الله يعني عليهم وكده، وبس وقعدنا نذاكر سوا وان شاء الله استعديتوا يعني سوا. الحمد لله. جميل جدا. الحقيقة شكلكم فرق ما بين مدارس وجامعات، كبرتوا فجأة كده. فجأة فيروز لسه حلمك ان انت تنضمي لفريق دكتور مجدي يعقوب؟ بالظبط، نفسي ابقى تلمسته زي ما قلت المره اللي فاتت برضو في اول حلقه في المدارس، نفسي ابقى تلمسته او تلميذه حد من تلامذته. محدش عارف، ممكن يكون الدكتور مجدي يعقوب بيسمعنا دلوقتي. يا رب. محدش عارف لو بيسمعنا، انا عايزه اقول له ان بجد مصر كلها فخوره بيه، مش مصر بس، العالم العربي والعالم كله. والله العالم كله فخور بيه، ما بيكرم في كل حته في الدنيا ما شاء الله. شخصيه عظيمه. مبسوطه انك رجعتي تاني، كان وحشك الاستوديو جدا والله، وانتوا كمان وحشتوني والله. حسن وفاطمه وعبد الله برحب بيكم، هنتكلم مع بعض وسط الحلقه. نحيي كلنا فريق جامعه اسكندريه.
أما جامعة تانية بيمثلوا محافظة عريقة، محافظة إنا، شباب بيشاركوا لأول مرة، أتوقع منهم أداء مشرف في الموسم ده. رحب كلنا بجامعة جنوب الوادي. جامعة جنوب الوادي تغطي الجامعة مساحة كبيرة في صعيد مصر، ويقع الحرم الرئيسي في مدينة قنا. كانت فرعاً من جامعة أسيوط، واستقلت جامعة جنوب الوادي في 2 يناير عام 1995 بالقرار الجمهوري رقم 142. تهتم بتوفير تعليم مبني على احتياجات المجتمع وبحوث إبداعية تطبيقية من خلال توفير مناخ تعليمي متميز. هيمثل جامعة جنوب الوادي في ماتش النهارده 8 طلاب، هبتدي منهم 4. مبسوطة ان دي اول مشاركة ليا في برنامج العباقرة، وكمان اننا بنساهم في تطوير الكرة من خلال البنك الاهلي، وده طبعا عن طريق النقط اللي هنجمعها في البرنامج. المشاركة في العباقرة كانت حلم بالنسبة لي تحديدا من 3 أو 4 سنين. ان شاء الله نقدر نمثل الجامعة بالشكل الامثل ونكسب المباراة النهارده ونرجع بال3 نقط. استعدينا كويس لماتش النهارده، قسمنا المجالات ما بيننا، فريقي معتمد عليا في العلوم والقدرات الذهنيه، وان شاء الله اكون قد المسؤوليه واقدر اشرف جامعتي. انا سعيد جدا ان انا بمثل تيم الجامعه، وفخور بالمكان اللي انا موجود فيه حاليا، وكويس ان انا شاركت في برنامج العباقره. ما كنتش متوقع في يوم من الايام ان انا اوصل لبرنامج العباقره، ان شاء الله نكون قد المسؤوليه ونوصل لدور النهائيه. ولاد محافظه انا جامعه جنوب الوادي، الحمد لله على السلامة. مشوار مش سهل. صح؟ صحيح. تعبتوا؟ جدا جدا جدا. ولكن أكيد جايين عشان تستمتعوا بالتجربة. إن شاء الله. وليه رأيك أماني؟ إن شاء الله نستمتع، دي أول مرة لينا وبإذن أول الله. أول مشاركة ليكوا. شعورك إيه وأنت بتشاركي مع العباقرة؟ أكيد مبسوطة، ده حلمي من أحلامي. يعني في شوية توتر عشان أول مرة، بس إن شاء الله هتروح مع الوقت. أماني عايزة تعملي مركز كبير للعلاج الطبيعي. حكايته إيه؟ وفي ناس كتير ما تعرفش يعني ايه علاج طبيعي للاسف، وفي ناس بتقلل من قيمتنا، خاصه في يعني من المجال الطبي نفسه بنتحارب. فاحنا عايزه يكون لنا دور نوثق ازاي، يعني نوثق اهميه العلاج الطبيعي في مصر، لانه لا للاسف مش واخد لا حقه. انا مش متفق معاك، بالعكس في ناس كتير دلوقتي بقت فاهمه اهميه العلاج الطبيعي، وانا كمان من الناس اللي ما بتعب من كتر ما انا واقف كده بقالي 6 سنين محتاج دكتور علاج طبيعي كويس. فده موضوع ما فيهوش فصال، بالعكس انك تفتحي مركز توعي الناس وتبداي تعالجي الناس، هو ده اللي هيخلي العلاج الطبيعي ينتشر ان شاء الله. هو دور عظيم، بس احنا عايزين الناس تعرف قيمتنا بس. مش اكتر هيعرفوا مع الوقت، الثقافه بتنتشر واكيد الناس هتبتدي تهتم اكتر. اندرو اخيرا شاركت. انا سمعت بقى ان اندرو بقاله 4 سنين بيحاول يشارك في برنامج العباقرة. فعلا. احكي لي ايه اللي حصل. يعني اترفضت من تيم الجامعه في وقت من الاوقات يعني للاسف. يعني الحمد لله يعني بعدها اخذت عهد على نفسي ان انا لازم هشارك تاني، والحمد لله يعني من 2018 اهو الحمد لله بتحقق 2021. حققت حلمك اهو. جامعه جنوب الوادي شاركت معانا في الموسم الاول. صحيح. وما شاركتش ولا في التاني ولا في التالت، زي جامعه اسكندريه بالظبط. ولكن الفرق إن دول منتخب عندهم خبر، ومنهم فيكتوريا كوليدج وصلوا للنهائي. يعني إيه؟ يعني فريق قوي. ولكن إحنا ولادنا ما بيهمناش، ما بنخافش خلاص، ما بنخافش بالظبط كده، قلبنا ميت بالظبط. أندرو علوم جيولوجيا. صحيح. دخلت المجال ده ليه؟ لا أنا بعد ثانوية عامة حبيت يعني مادة الجيولوجيا بشكل عام، فحبيت أكمل، خصوصا إن جات لي كلية علوم يعني، سألت عرفت إنه في قسم جيولوجيا فحبيت أكمل فيه، يعني كمجال كويس جدا زائد إن أنا أحبه يعني. ربنا يوفقك يا أندرو. أمنية وحازم برحب بيكم، وهنتكلم مع بعض وسط الحلقة. كلنا نحيي جامعة جنوب الوادي. العباقرة جامعات في الموسم الرابع، 6 فقرات: العلم، المعرفة، الفنون، تحت الضغط، ضربات الجزاء، وعجلة الحظ. وأول حاجة هنبتدي بيها هي سؤال السرعة. سؤال السرعة. والسؤال هو: ما هو اسم الشخصية التي لعبها الفنان هشام إسماعيل في مسلسل الكبير أوي؟ فاطمة. فزاع. فزاع طبعا طبعا، إجابة صحيحة. ها
حسن ده سؤال السرعة يا حسن. مالك يا حسن؟ أفورت كده ليه يا حسن؟ ده أنت قديم وفاهم. مين اللي هبتدي الأول؟ جنوب الوادي. طبعًا ضيوفنا بقى وكده. أصحاب استوديو. أصحاب مكان. طيب جنوب الوادي هتبتدوا الأول، أول فقرة هي فقرة العلم. العلم. العلم أربع أجزاء: جغرافيا، تاريخ، أدب، وعلوم. جنوب الوادي عندكم سؤال في الجغرافيا وعندكم 20 ثانية، محدش يستعجل. الجوكر إمتى يا أمنية؟ لسه. جغرافيا، والسؤال هو: ما هو المحيط الأكثر دفئاً في العالم؟ من 19 ل 30 درجة مئوية في الطبقة العليا للمحيط. الناس بتهتم بالصيد التجاري في المحيط ده. أندرو خلي بالك، لو إجابتك غلط في إجابة في جامعة اسكندرية. إجابتك المحيط الهندي. 19.8% من حجم محيطات الكرة الأرضية. وأندرو إجابة صحيحة. المحيط الهندي الإجابة الصحيحة. أول 10 نقط لجامعة جنوب الوادي. جامعة اسكندرية عندكم سؤال في جغرافيا، والسؤال هو: ما هي ثاني أعمق بحيرة في العالم؟ متوسط عمقها 1400 متر. حجم البحيرة حوالي 19000 كيلومتر مكعب. فاطمة خلف ما عادش يتكلم معايا. تنجانيكا. 16% من المياه العذبة في العالم هي أعمق بحر، واحدة بايكال وتاني واحدة تنجانيكا. بتحاولي تقنعيني. فاطمة ما بين 4 دول في أفريقيا. برضو بتحاولي تقنعيني. مصممة تقنعيني. وفاطمة إجابة صحيحة. بحيرة تنجانيكا. برافو عليك يا فاطمة. النتيجة تعادل 10-10. وسؤال في التاريخ لجامعة جنوب الوادي. في جوكر؟ لسه شوية. تاريخ، والسؤال هو: في عهد أي حاكم لمصر وقعت مذبحة الأسكندرية؟ في عهد أي حاكم لمصر وقعت مذبحة الأسكندرية؟ 7 ثواني. أندرو إجابتك. جمال عبد الناصر. إجابة خاطئة. مذبحة الأسكندرية. الخديوي توفيق. تعرف إيه عن الحادثة دي أصلا؟ أنا ما قريتش فيها كتير، بس كنت أعرف اللي حصلت في عهد الخديوي توفيق، بس ما قريتش فيها كتير. واحد من رعاة إنجلترا، هو كان من مالطا. أيوة افتكرت. قتل واحد مصري بعد ما اختلفوا على أجرة تقريبا بتاعت الحصان، فراح طلع خضر وقتله، فالناس اتجمعت فقتلوا. طبعا انجلترا استغلت الموقف ده وعملت احتلت ونزلت تحتل مصر، احتلت شواطئ الاسكندرية. تقريبا كان حصل حرق في حاجة معينة. 11 يونيو 1882. إجابة صحيحة. الخديوي توفيق الإجابة صحيحة. 10 نقط خطفتهم جامعة اسكندرية من جامعة جنوب الوادي. اسكندرية، سؤال في التاريخ. تاريخ، والسؤال هو: في أي مدينة سويسرية عقد المؤتمر الصهيوني الأول عام 1897؟ كانت بقيادة ثيودور هيرتزل، وحضر 200 مندوب من الدول المختلفة ترويجاً لإقامة وطن لليهود على أرض فلسطين. تخيل إن من ضمن الاقتراحات كانت سينا وأوغندا. بالظبط. إجابتك عبد الله. بيرن يا عبد الله. إجابة خاطئة. بيرن هي عاصمة سويسرا ولكن مش المدينة. في إجابة؟ حازم. بازل السويسري. بازل.
اتفقتوا؟ ان شاء الله. اتفقتوا انتوا الاربعه؟ انتوا الاربعه اجابه صحيحه. رجعت سؤال التاريخ واتعادلتوا 20-20. جامعه جنوب الوادي، سؤال في الادب. ادب والسؤال هو: شاعر عربي صاحب ديوان اوراق في الريح، فمن هو؟ 12-1958 أول عربي يحصل على جائزة جوتا 2011، اترشح لأكثر من مرة لجائزة نوبل، مين؟ أدونيس. أدونيس أندرو صفوت، برافو عليك، إجابة صحيحة. 10 نقط. جنوب الوادي 30، جامعة اسكندرية 20، وسؤال في الأدب. هناخده جوكر. أدب والسؤال هو: من هو الأديب الألماني مؤلف رواية يوسف وأخواته؟ اتنشرت 1943، من 4 أجزاء. توماس مان. قعد 16 سنة بيكتب فيها. حسن عروس، إجابتك. توماس مان. توماس مان حصل على جائزة نوبل سنة كام؟ لا مش مجمع. 1929، وحسن عروس 20 نقطة، إجابة صحيحة. توماس مان هي الإجابة الصحيحة، برافو عليك عروس. النتيجة اتغيرت 40 جامعة اسكندرية، 30 جامعة جنوب الوادي. جوكر هيرجع هنا؟ ليه؟ سؤال سهل وصعب. طيب سعيدة كرمة تقول 20 نقطة. سؤال سهل ولا صعب؟ مش عارف. أنا في رأيي إنه سؤال سهل. لا بلاش. يعني أنت بتاخد رأيي وبعد كده تقول لا بلاش؟ ما مش عارف. طب لعلمك بقى يا أندرو هتندم. لأن السؤال ده ب20 نقطة وإجابته سهلة. إن شاء الله خير. أنت حر. إن شاء الله خير. علوم والسؤال هو: يعد العالم جون سنو أحد مؤسسي علم الأوبئة الحديثة، فما هي جنسيته؟ يعد العالم جون سنو أحد مؤسسي علم الأوبئة الحديثة، فما هي جنسيته؟ عمل دراسات كتيرة جداً على مرض الكوليرا، ورائد في علم التخدير، إجابتك. بريطاني. بريطاني بعشر نقط، مش بعشرين نقطة. هزعل. وما سمعتوش كلام. هزعل. هزعل. متخيلين ان الراجل ده هو اللي خدر الملكة فيكتوريا وقت ما كانت بتولد، وما سمعتوش كلامي، واجابة صحيحة. انجليزي هي الاجابة الصحيحة، ويا امنية كان لازم تسمعوا كلامي وتاخدوا 20 نقطة عشان هنعوضها ان شاء الله. هنشوف نتيجة تعادل 40-40، ولكن جامعة اسكندرية عندكم فرصة للتقدم في السؤال الأخير. علوم والسؤال هو: حيوان الكابيبارا هو الأكبر حجما في إحدى الرتب الحيوانية، فما هي؟ حيوان الكابيبارا هو الأكبر حجما من إحدى الرتب الحيوانية، فما هي؟ 10 ثواني. خنزير الماء. متوسط عمره 4 سنين. شفتي حسن دبسك ازاي؟ بيعيش في أمريكا الجنوبية، إجابتك. حيتان. الحيتان إجابة خاطئة، مش الحيتان. فرصة تتقدمه، إجابتك. فقريات. الفقريات يا أندرو طبعاً، إجابة خاطئة. 4 اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5. الكونفوزيات، القوارض، الحزميات، الخلانيات. قوارض. قوارض صح؟ هي القوارض، هي القوارض. حصل خير مش مشكلة، علشان تخرجوا متعادلين.
سؤال الوحيد اللي ما تجاوبش. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة. يبقى طلاب مصر جمعوا 80 نقطة في فقرة العلم، وكل نقطة ب2000 جنيه بما يساوي 160 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير القرى المصرية. الموسم الرابع عبقرة الجامعات، ومباراة مهمة في المجموعة الثانية واللي بتضم جامعة المنصورة وجامعة إي جاست المصرية اليابانية. وهفكركم بالنتيجة: تعادل جامعة اسكندرية 40، جامعة جنوب الوادي 40. وجامعة جنوب الوادي حصل عندنا تغييرين: رغدة شحات نزلت مكان أماني شعبان، ومحمد عبد الرحمن نزل مكان حازم علي. ازيك يا محمد؟ ازيك يا استاذ حسام؟ انا كويس. ايه رايك في المباراه؟ يعني مباراه قويه، يرضيك كده ما يسمعوش كلامه وما ياخدوش الجوكر. متعوضه ان شاء الله، ناخد جوكر في حياتنا، ناخدها. مش هنسهلهم. هناخدها ان شاء الله، مش هنسيها ابدا. انا اقول لهم السؤال سهل؟ انا اسف، ما يسمعوش كلامي. ماشي يا امنيه. يا اندرو سبع مش امنيه. هو اندرو سبع. ماشي يا أنس. واضح انهم بيحبوك قوي جدا يا محمد عبد الرحمن. حلمك ان انت تفتح شركه سوفت وير، او اشتغل في شركه من شركات السوفت وير العالميه على مستوى العالميه. زي مين مثلا؟ جوجل، فيسبوك، امازون. تمام، حلم كبير وتحقيقه مش صعب، ان في مصريين كتار جدا بيشتغلوا في الشركات الكبيره دي. اوعى تتخيل الموضوع صعب، لكن محتاج مجهود باذن الله. مثلك الاعلى محمد عبد الوهاب المبرمج. احنا سألنا عنه سؤال، راجل عظيم حقيقة. اخترته كمثل اعلى ليه؟ انه راجل من ذوي الاحتياجات الخاصة او من ذوي القدرات الخاصة، وكان قدر انه ياخد جائزة عالمية على مستوى العالم. مفيش غير 19 مبرمج بس عارف ياخدها على مدار 70 سنة، فبصراحة يعني كمثل اعلى لأي حد في المجال. فرصة ان احنا نحيي كلنا، ما شاء الله عليه، مبهر مبهر فعلا. رغدة، ازيك يا رغدة؟ الحمد لله. اخبارك ايه يا رغده؟ الحمد لله تمام. احكي لي احساسك ايه؟ احساس جميل فوق الوصف. لا حاولي توصفيه. اللي هو ده يكفي. بما انك انت عايزه تنشري كتب وروايات يبقى لازم توصفي انت حاسه بايه، صح؟ مش الكلام ده بيترجم على الورق؟ هو يكفيني احساس فقط اني حاسه ان بابا حواليا، لان دي كانت امنيته انه اشوفك على التلفزيون وبتاع، فرحمه الله عليه. الله يرحمه، الله يرحمه. حققت حلمه. الحمد لله. حاجة عظيمة. الحمد لله. هو أكيد فخور بيك. الحمد لله. احكي لي على فكرة الكتابة، عايز تعمل إيه؟ أولا هو الموضوع بدأ من وأنا في تانية ابتدائي تقريبا، كان في حوار كده حصل في البيت، فأنا فجأة لقيت نفسي الورقة والقلم وبكتب مقال كده من 10-12 سطر. فأخدت الورقة وديتها لخاله، خاله شوف المقال ده وإيه رأيك فيه وبتاع، هقوله في الإذاعة. ده جميل، ومين اللي كتب المقال يعني المجلة او كده؟ فبقول له انا. اللي هو ايه ده ايه ده بجد؟ والله انا. فمن ثالثة ابتدائي حسيت ان انا لا، انا مايله للقراءة اكتر، وكنت بحب اللغة العربية اكتر. لا وعندك الموهبة. الحمد لله. اصلا انا في السن ده تبقى موهبة. الحمد لله. فاللي حصل اني اول ما لقيت مسابقة اسمها تحدي القراءة العربي، كنت في ثالثة اعدادي، كانت المسابقة من محمد راشد ابن آلة مكتوم. خدت مركز اول. خدت مركز قريت. اول كنت في ثالثة ثانوي، واخدت ميدالية برونز مرتين. كنت اخدت المركز الثالث على المحافظة وانا في ثانية ثانوي، واخدت المركز الاول على المحافظة وانا في ثالثة ثانوي. ما شاء الله، لازم نحييها كلنا. برافو عليك، برافو عليك. وحصل عندنا تغييرين في جامعة اسكندرية. سلمى حجازي نزلت مكان فيروز مصطفى، ومصطفى محمود نزل مكان عبد الله اسامه. ازيك يا مصطفى؟ تمام الحمد لله. الف مبروك مبدئيا انك حققت حلمك ودخلت كليه الطب. احكي لي بقى، الاستوديو بقالك سنتين ما جيتش، الاحساس ايه؟ مش عارف، حاسس الاستوديو اتغير شويه، الاضاءه بقت مختلفه، بس نفس الاحساس. طبعا في يعني تطوير موسم عن موسم، بيحصل تطوير وافكار جديده. جميل جدا. سلمى، ازيك يا سلمى؟ ازي حضرتك؟ انا كويس الحمد لله.
بقالك برضو سنتين ما جيتيش هنا. مظبوط. ما انتوا كلكم مدارس اصلكم. وكل ما ابص لكم ابقى مستغرب. الله، مش هم دول اللي انا عارفهم. ازيك يا سلمى؟ الحمد لله. احكي لي بقى اخبار حلمك ايه دلوقتي؟ هو انا لما كنت جيت الموسم اللي فات في مدارس كنت قلت ان انا حلمي ان انا ادخل فنون تطبيقيه، بس يعني ممكن ما وفقتش في اختبار القدرات قوي بس دخلتي هندسه. بالظبط. وكنت انا اصلا عايزه ادخل قسم التصميم الصناعي من فنون تطبيقيه، ففي لقيت ان في فرصه ان انا ادخلها من هندسه هنا وبس. وصلت. مبسوطه؟ مبسوطه الحمد لله. ايه فكره هندسه انتاج؟ انا الحقيقه وقفت عند الكلمه دي، كنت عايز افهم منك اكتر بتفكري ازاي. هو انا عامه حابه اللي هو يعني اسس التصميم الصناعي، وان انا ادخل في المجال ده عامه، ومجال الاشراف على الجوده والحاجات دي كلها. انا حسيت ان انا بقالي فتره شغوفه بالموضوع ده شويه. فيعني مش اي شخصيه تهتم بالجوده. بجد واضح ان انت بتتكلمي في حاجه فهماها كويس قوي. مظبوط. ده مجال مهم وبيفرق جدا ما بين المنتج السليم والمنتج الغير سليم. مزبوط. هي الجوده، كواليتي. بالعكس انا مبسوط من اللي انت بتقولي ده، وده مجال عظيم وربنا يوفقك. شكرا لحضرتك. ودلوقتي مع الفقره الثانيه، فقره المعرفه. المعرفه. المعرفه اربع اسئله، معلومات عامه، رياضه، تكنولوجيا، وقدرات ذهنيه. ودلوقتي عندنا اول سؤال في المعلومات العامه، حسن واندرو. اندرو وحسن، والنتيجه تعادل 40-40. معلومات عامه، والسؤال هو: ما هي الدوله التي تمتلك اضخم احتياطي نقدي في العالم عام 2020؟ روسيا. روسيا؟ اجابه خاطئه، مش روسيا. 3 تريليون و200 مليار دولار احتياطي نقدي. اجابتك؟ المانيا. المانيا طبعا اجابه خاطئه. تخيلوا بقى ان ولا امريكا الامارات ولا ايه ولا روسيا كندا الصين اللي بتبيع كل حاجه للناس. الصين. الصين. الصين الاولى واليابان التانية. تخيلوا بقى، تفضلوا، دي معلومة مهمة عشان تعرفوا حجم التجارة الصينية للعالم، خلاهم الدولة رقم واحد في العالم. سؤال في الرياضة. افتكرت ايوه. افتكرت. بص، قاعد على الفيسبوك طول اليوم تنزل حاجات رياضة وتحلل، تحس ان هي انت ليه ما بتشتغليش في مجال ده؟ صحيح انا بحب الرياضه، وكنت ناويه باذن الله اشتغل في مجله، بس يعني بعد سنه تانية مثلا من الدراسه في الكليه ابدا. انا حتى بقرا مجلات كتير جدا، وبحب جدا الكتابات اللي بيكتبها دكتور ياسر ايوب، فقلت بعد سنه كده من الدراسه هبدا ان شاء الله اتجه ان انا اكتب رياضه في مجله. انت بتشجعي بايرن ميونخ صح؟ شكلك كده. بايرن ميونشن وريال مدريد والزمالك طبعا. والزمالك زملكاويه جدا. تمام، يبقى خلي بالك. ربنا يستر. رياضه، والسؤال هو: من هو الهداف التاريخي لنادي أرسنال حتى عام 2020؟ تيري هنري. كم هدف؟ لا، ما 228 هدف. إجابة صحيحة. خد لقب هداف الدوري 4 مرات، منهم 3 مرات متتالية. مش أنا قلت لك يا محمد خلي بالك؟ عندي الإجابة والله، بس البص. بص بقى، هنا الخبرة، عندك الإجابة ولكن هي مركزة أكتر منك شوية. أرض لك: 50 جامعة اسكندرية، 40 جامعة جنوب الوادي. رغدة ومصطفى، مصطفى ورغدة، تكنولوجيا، والسؤال هو: في أي دولة أوروبية يوجد المقر الرئيسي لشركة الدراجات النارية بنالي؟ ألمانيا. المانيا. كنت بتحاولي تدوسي على البازر. نفس الاجابه؟ لو مش هي هخم. بس كنت عايزه تقولي المانيا برضو؟ فعلا. كويس انك قلتي، لان المانيا اجابه خاطئه. اتاسست سنه 1911 بنالي،
إجابتك مش ألمانيا. في إنجلترا. الاسم إيطاليا. أيوة إيطالي. يا رغدة. أنا كنت حيالي إجابة خاطئة. إيطاليا. كنت إيه؟ الاسم. ما هي إنجلترا يا إيطاليا بس ما. لا الاسم إيطاليا. بنقلي. هارد لك هارد لك. ما فيش مشكلة. سلمى وأمنية. أمنية وسلمى وسؤال في القدرات الذهنية. والسؤال هو إذا كانت علامة الجمع تعني في وعلامة الطرح تعني على، حل المسألة الآتية: 155 زائد 6 ناقص 5 يساوي كام؟ فات 7 ثواني. إجابتك 186. 186. استعجلتي كده ليه؟ سلمى 186 إجابة صحيحة. برافو يا سلمى، برافو برافو. 10 نقط. النتيجة اتغيرت: 60 جامعة اسكندرية، 40 جامعة جنوب الوادي. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون. الفنون 4 أسئلة: سينما ومسرح، أغاني وموسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديهة. أسئلتنا الأربعة بيعتمدوا على السرعة وإيدينا على البازر يا رغدة. سينما ومسرح، والسؤال هو فنان أمريكي قام بدور جاك كيفوركيان في فيلم You Don't Know Jack، فمن هو؟ جاك كيفوركيان، بريندا باكارو، وجون جودمان كانوا معاه في الفيلم، مين؟ مشهور جدا. تخمينه يعني. اجابتك ليوناردو دي كابريو. اجابه خاطئه. هاخد اجابه حالا. مصطفى. كلينت إيستوود. اجابه خاطئه. الباتشينو. اوه اوه بالظبط كده، عجبتني. اوه رد الفعل ده عجبني جدا. الباتشينو. اغاني موسيقى، والسؤال هو فنان لبناني قام بغناء كل واحد بفيلم لاشينكوف، فمن هو؟ كلمات ايمن بهجت قمر وألحان وليد سعد، مين؟ ابراهيم الحكمي. إبراهيم الحكمي سعودي. عرفته عرفته عرفته. مصطفى محمود. عرفت خلاص. إجابة خاطئة. أيوة فرصة. أندرو إجابتك. وائل جسار. بص محمد عبد الرحمن بيعمل لك لا. لا صح إن شاء الله. متأكد. أنا اتفرجت على الفيلم. هيبقى متأكد كمان إن شاء الله. آدم. آدم. مين اللي قال آدم؟ مصطفى. مصطفى محمود قال آدم. أندرو إجابة إيه؟ اتلخبطت في الاسم خلاص. لسه متأكد؟ لا اتلخبطت في الاسم. لخبطت. إجابة خاطئة. طبعا زي ما مصطفى قال آدم. السؤال الثالث: لوحات ومعالم، والسؤال هو في أي دولة يقع الهرم بالصورة؟ حسن. مكسيك. صح. حسن عروس. طبعا في المكسيك. إجابة صحيحة. بيراميد أوف ذا مون. برافو عليك يا حسن. ارتفاعه حوالي 45 متر، وانتهوا من بنائه في القرن الخامس الميلادي. نتيجة اتغيرت: 70 جامعة اسكندرية، جامعة جنوب الوادي 40، وهي السرعة اللي فرق معاك. السؤال اللي جاي هيعتمد على السرعة هو كمان، وسؤال سهل. سرعة البديهة، والسؤال هو ما هو العنصر الوحيد في الجدول الدوري للعناصر الذي يحتوي رمزه على حرف الاكس؟ خطفت البازر. زينون. صح صح. انا مش بسقف لك عشان اجابتك صح، عشان خطفت البازر. انا بسقف لك عشان خطفت منهم البازر. برافو عليك اندرو. اجابه صحيحه.
شفت بقى هي السرعة. الإجابات موجودة عندكم، ولكن السرعة والخبرة هو اللي فارق مع منتخب جامعة إسكندرية. نتيجة في نهاية الفقرة: 70 جامعة إسكندرية، 50 جامعة جنوب الوادي. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة تحت الضغط والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 40 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، وكل نقطة ب 2000 جنيه بما يساوي 80,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 240,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير القرى المصرية. الموسم الرابع عباقرة الجامعات، ومباراة مهمة في المجموعة الثانية اللي بتضم جامعة المنصورة والجامعة المصرية اليابانية إي جاست. وهفكركم بالنتيجة: جامعة اسكندرية 70، جامعة جنوب الوادي 50، وجامعة اسكندرية عندنا تغيير واحد بس، عبد الله أسامة رجع مكان مصطفى محمود. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة تحت الضغط. تحت الضغط. فاطمة ومحمد عبد الرحمن، محمد عبد الرحمن وفاطمة. فاطمة هتروح عند سليم تسمع أغنية وترجع لنا تاني. محمد عبد الرحمن تعالى مكاني. محمد عبد الرحمن كم سؤال؟ 10 أسئلة. 45 ثانية. عايز الإجابات بصوت واضح. الأسئلة مش صعبة. فاطمة تمام؟ تمام. تحت الضغط كاونتر. ما هي عاصمة دولة فنلندا؟ هلسكي. صح. أوقات يا دنيا هي أغنية الفنان مصري، فمن هو؟ مصر. ما هي العملة الرسمية لدولة العراق؟ ريال. غلط. قديم مصري راح المؤلف رواية أنف والثلاث عيون، فمن هو؟ حسن عبد القدوس. صح. فنانة قامت بدور عايدة في مسلسل أبو العروسة، فمن هي؟ مصر. ما هي وحدة قياس كمية المادة في الكيمياء؟ المولر. صح. كم عدد ألوان علم دولة السعودية؟ 2. صح. إحدى دول أمريكا الجنوبية تشتهر برقصة السامبا، فما هي؟ برازيل. صح. ما هو ترتيب نغمة السول في السلم الموسيقي؟ 3. غلط. ما هي الرياضة الفردية التي يحترفها البطل المصري؟ ما لحقتش أقوله. هو مين؟ مين؟ عاش عاش يا راجل عاش. اتفضل. كم إجابة صح؟ 5. مش عارف. 5 تقريبا. 5. 5 إجابات صحيحة ب 25 نقطة، برافو عليك. سليم عايزين فاطمة تنضم لينا. فاطمة تعالي مكاني، قولي لي يا فاطمة، عايزة تعرفي محمد عمل إيه ولا لأ؟ لأ. هقولك على معلومة واحدة. لأ. لأ والله؟ عشان كلمة لأ دي هقولك. محمد عبد الرحمن قلت له 9 أسئلة. وجاوب على مش هقول لك. الحمد لله. عايز الإجابات بصوت واضح. ماشي. اتفقنا؟ ماشي. تحت الضغط كاونتر. ما هي عاصمة دولة فنلندا؟ بوس. أوقات يا دنيا هي أغنية الفنان مصري، فمن هو؟ بوس. ما هي العملة الرسمية لدولة العراق؟ الدينار. صح. قديم مصري راح المؤلف رواية أنف والثلاث عيون، من هو؟ أحسن عبد القدوس. صح. فنانة قامت بدور عايدة في مسلسل أبو العروسة، فمن هي؟ سوسن بدر. صح. ما هي وحدة قياس كمية المادة في الكيمياء؟ مول. صح. كم عدد ألوان علم دولة السعودية؟ 2. صح. إحدى دول أمريكا الجنوبية تشتهر برقصة السامبا، فما هي؟ برازيل. صح. ما هو ترتيب نغمة السول في السلم الموسيقي؟ 5. صح. ما هي الرياضة الفردية التي يحترفها البطل المصري علي خلف الله؟ السباحة. صح. ما هي عاصمة دولة فنلندا؟ هلسنكي. صح. برافو عليك، برافو عليك. تعالي يا فاطمة، فاطمة تعالي هنا، برافو عليك، برافو عليك. 9 إجابات صحيحة من 10. برافو عليك. سؤال واحد بس اللي ما تجاوبش. أوقات يا دنيا هي أغنية الفنان مصري، فمن هو؟ محمد فؤاد. هارد لك، هارد لك. كان عندي برضه. انت عملت كويس، مش وحش جدا، بالعكس انت عملت كويس جدا، ودي تجربة أولى.
فما تقلقش، بالعكس كلنا نحيي فاطمة ومحمد، محمد وفاطمة، اتفضلوا. برافو عليك يا فاطمة، برافو عليك. 9 إجابات صحيحة من 10، غيرت النتيجة. جامعة اسكندرية كنتوا كام؟ كنا 70. 70 وكم إجابة صح؟ 45 نقطة و10 نقطة دية جامعة اسكندرية 125. جامعة جنوب الوادي كنتوا كام يا محمد؟ كنا 50. 50 و5 إجابات صحيحة و25 نقطة، بقيتوا 75. فرصتكم لسه موجودة. الفقرة اللي جاية تعتمد على السرعة ومحتاجة منكم تركيز. اتفقنا؟ ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء. أول اتنين سلمى ورغدة. اتفضلوا رغدة وسلمى. وهنشوف الهدف الأول لجامعة مين؟ 125 و50. 175. 100 كم؟ 150. 125 و25 كم؟ أنا سمعتها 50. 150. 75 و25. 100. في رأيي ترجعوا تاني في المباراة. ليه؟ سؤال واحد ب 30 نقطة تتقدموا كمان. اتفقنا؟ جامعة الجنوب الوادي لسه المباراة في الملعب. السؤال الأول. رياضة. ما هو ثاني أكثر الأندية تتويجاً بلقب كأس العالم للأندية في كرة القدم حتى عام 2020؟ ريال مدريد. ريال مدريد هو الأول بأربع بطولات. إجابة خاطئة. سلمى عندك إجابة؟ لا مفيش إجابة. ما عندكيش إجابة، كان لازم تحاولي. لو مش ريال مدريد هيبقى مين؟ برشلونة. بالظبط كده، كان ممكن تقولي برشلونة. هارد لك يا سلمى، اتفضلي. برشلونة 3 مرات، 2009 2011 و2015. حسن واندرو، اندرو وحسن. السؤال الثاني. حل المسألة الآتية. 99 في 8 ناقص 555 يساوي كام؟ إجابتك؟ 282. إجابة خاطئة. مش 282. لا لا، ما لحقتش. ما لحقتش. محدش حاول؟ 237. بالظبط كده يا سلمى، 237. هارد لك، اتفضلوا. فاطمة أمنية، أمنية وفاطمة. والسؤال الثالث. السؤال الثالث. والسؤال الثالث بقى مهم جدا، لأن اللي هيخطف الإجابة هتفرق معاه جدا في السؤال الرابع والأخير. السؤال الثالث. فنون. من هي الفنانة الراحلة التي قامت بدور أسرار في فيلم المهرج الكبير؟ فنانة عظيمة جدا، كان معايا يوسف وهبي وحسن فايق، أمينة رزق، وسراج منير، وفردوس محمد. أمينة رزق فنانة عظيمة، ولكن طبعا إجابة خاطئة. سيناريو إخراج يوسف شاهين. مين؟ هتتفاجئوا. دوس على البازر. إجابة. مش عارفة بس هخمن. يعني سميرة أحمد، معرفش. المشكلة أنت عارفة إيه؟ الوقت. أنت بتخمني، بس بتخمني حتى غلط. يعني أنا عمال أقول حسن فايق، يوسف وهبي. أيوة ناس قديمة. يعني بالظبط كده. أمنية. إجابة خطأ. إجابة مضحكة. الإجابة الصحيحة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة. والله كنت حاسة فاتن حمامة يا سعاد حسني. والله محمد عبد الرحمن وعبد الله أسامة. عبد الله أسامة ومحمد عبد الرحمن. والسؤال الرابع ب 25 نقطة، 125 تبقى 150 أو 75 تبقى 100. السؤال الرابع. معلومات عامة. ما هي
العملة الرسمية لدولة مالطا قبل اليورو؟ قبل اليورو كانت ايه؟ فرانك. فرانك؟ إجابة خاطئة. من 1972 ل 2007. تخمينة دولار. دولار طبعا. إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة الليرة، تاني أغلى عملة في العالم بعد الدينار الكويتي في 2007. ولا سؤال اتجاوب، ولا واحد اتجاوب من كنتوا التمانية، حاجة غريبة جدا. السؤال اللي جاي الهدف الذهبي، سؤال ب 25 نقطة. الهدف الذهبي، تاريخ في أي عاصمة عربية تأسست جبهة التحرير الوطني الجزائرية عام 1954؟ فاطمة. قاهرة. القاهرة. خدوا الثورة من القاهرة. صح. في شهر نوفمبر. نوفمبر. صح. فاطمة الهدف الذهبي كان بداية لاندلاع الثورة التحريرية الجزائرية. 25 نقطة. طاروا من جامعة جنوب الوادي لجامعة اسكندرية، جامعة اسكندرية 150، جامعة جنوب الوادي 75. المباراة ابتدت متكافئة ما بين جامعة اسكندرية وجامعة جنوب الوادي، ولكن جامعة جنوب الوادي تنقصهم خبرة الاستوديو، جامعة اسكندرية عندهم خبرة، الإجابات موجودة، فبيدوس على البازر بسرعة بيخطفوا النقط. الهدف الذهبي. فرحت جدا اني قدرت اجيب 9 اجابات صحيحه تحت الضغط، وكمان قدرت احرز الهدف الذهبي. شايف ان احنا حظنا وحش في اول ماتش لينا في اول مشاركه ضد جامعه كبيره زي جامعه اسكندريه. يمكن احنا برضو اكتسبنا خبره في الماتش ده، ان شاء الله نقدر نعوض الماتشات الجايه. خبره الماتش ده هتفرق معاهم في الماتشات اللي جايه. عجله الحظ صعب يبقى ليها دور. خلينا نشوف عجلة الحظ هتودينا فين، وحنقول مبروك لمين، وحنقول هارد لك لمين. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 105 نقطة في فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء، وكل نقطة ب 2000 جنيه بما يساوي 210,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 450,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير الكرة المصرية. عباقرة الجامعات الموسم الرابع، ومباراة مهمة في المجموعة الثانية، واللي بتضم جامعة المنصورة وجامعة إي جاست المصرية اليابانية. وهفكركم بالنتيجة: جامعة اسكندرية 150، جامعة جنوب الوادي 75. ودلوقتي مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ. زينب محمد، اتفضلي يا زينب. سؤالين لكل جامعة، وأول سؤال لجامعة جنوب الوادي، وهنشوف موضوع السؤال إيه. تفضل يا زينب. شكراً يا زينب، ارجعي مكانك. علم، سؤال في العلم، جغرافيا، تاريخ، أدب أو علوم. سؤال بـ20 نقطة ولا بـ30 نقطة؟ 20 نقطة. علم، والسؤال هو جغرافيا. حديقة إمباير ماين هي من أقدم مناجم الذهب في إحدى الولايات الأمريكية، فما هي؟ حديقة إمباير ماين هي من أقدم مناجم الذهب في إحدى الولايات الأمريكية، فما هي؟ 5.8 مليون وقية من الذهب استخرجوها من هناك، فين؟ نيويورك. نيويورك طبعاً إجابة خاطئة، مش نيويورك. في إجابة عبد الله. ألاسكا.
عبد الله إجابة خاطئة. كاليفورنيا؟ أيوة. لا لا، من أغنى مناجم الدهب في كاليفورنيا. سؤال كان سهل ولكن انتوا رحتوا حتت غلط وبعيدة جدا. سؤال التاني، طيف، تفضل يا طيف. طيف حسن، وهنشوف السؤال موضوعه رياضة. سؤال في رياضة، يا فرحتك يا فاطمة. سؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ عشرين. رياضة، والسؤال هو، ما هو النادي الإفريقي الأكثر فوزاً بالبطولة العربية لكرة القدم حتى عام 2020؟ كسبها ثلاث مرات، وقلنا إفريقي عشان في فريق آسيوي واخدها ثلاث مرات هو كمان، نادي الرشيد العراقي. فاطمة، الصفاقسي التونسي. الصفاقسي التونسي، هارد لك. إجابة خاطئة، مش الصفاقسي التونسي. في إجابة؟ إجابتك ترجي. الترجي التونسي بعشرين نقطة، إجابة صحيحة. مش الصفاقسي التونسي، الترجي التونسي. تفرق طبعا، تفرق عشرين نقطة، 95 جامعة جنوب الوادي، 150 جامعة اسكندرية. محمود فتحي، تفضل يا محمود. طبعا هي النتيجة اتحسمت إلا لو اسكندرية قررت تاخد الجوكر. قدرات زينية، سؤال بعشرين نقطة ولا بتاتين؟ 30. دوس على البازر. قدرات زينية، والسؤال هو، حل المسألة الآتية، 15 في 7 زائد 15 في 5 يساوي كام؟ عشر ثواني. محمد عبد الرحمن، إجابتك 110. 110 إجابة خاطئة. أنا مهلكه، أنا مهلكه. 180. 180 يا سلمى، طبعا إجابة صحيحة. 180 هي الإجابة الصحيحة، وبقيته 180 جامعة اسكندرية، 180 جامعة جنوب الوادي، 95. السؤال الأخير، مصطفى بدوي. السؤال الأخير، معلومات عامة. سؤال في المعلومات العامة، يا ترى السؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ ليه؟ 30 مش هتفرق. آخر سؤال، معلومات عامة، والسؤال هو، فولكتينج هو البرلمان الوطني في إحدى الدول الإسكندنافية، فما هي؟ اتأسس 1849. فولكتينج، خمس ثواني. عبد الله أسامة، إجابتك الدنمارك. الدنمارك بثلاثين نقطة، عبد الله أسامة إجابة صحيحة. الدنمارك هي الإجابة الصحيحة، 30 نقطة لجامعة اسكندرية. النتيجة 210 جامعة اسكندرية، 95 جامعة جنوب الوادي. جامعة جنوب الوادي ماتشات كل جاية بقت ماتشات كؤوس، وبحييكم على أداء ماتش النهاردة. جامعة اسكندرية لو حافظتوا على مستواكوا ده في البطولة دي هيبقى ليكوا شأن كبير جدا. فاطمة خلف أفضل لاعب في ماتش النهاردة، جبت كم نقطة يا فاطمة؟ 90. 100 نقطة، برافو عليك يا فاطمة. تعالوا نشوف ترتيب المجموعة التانية بعد ماتش النهاردة.
في الصدارة جامعة اسكندرية بثلاث نقط و210 نقطة إجابات صحيحة. جامعة المنصورة المركز الثاني ثلاث نقط 165 نقطة إجابات صحيحة. جامعة جنوب الوادي في المركز الثالث مفيش نقط 95 نقطة إجابات صحيحة. المصرية اليابانية في المركز الرابع مفيش نقط 50 نقطة إجابات صحيحة. الفرصة لسه موجودة. اتفقنا؟ ألف مبروك لجامعة اسكندرية. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصل عليها طلابنا في حلقة النهاردة 305 نقطة، وكل نقطة ب 2000 جنيه بما يساوي 610 ألف جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 3,200,000 جنيه من البنك الأهلي لتطوير الكرة المصرية. جامعة جنوب الوادي هارد لك، أول مباراة ليكم. جامعة اسكندرية ألف مبروك، أول ثلاث نقاط نحيي كلنا جامعة اسكندرية. إلى اللقاء في حلقة جديدة مع العباقرة.